السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي سؤال يا شيخ. نعم. يا شيخ، أنا دم الحيض انقطع عندي من أسبوع، ففي الدم دلوقتي موجود، وأنا عايزة ناوية الصيام اللي هي العشر ليالي دول، فمش عارفة دلوقتي أصوم ولا ما ينفعليش الصيام. هي يعني من دم حيض. الدم الذي ينزل الآن صورته صورة دم الحيض؟ لا. إذن أنصح بأن تسألي طبيبة عن هذا الدم، ما سببه؟ هل حدثت لك أمور جعلته ينزل في غير موعده أم لا؟ أو إذا لم تسألي الطبيبة فانظري إلى لون الدم، فإذا نزل عليك دم في غير وقت الحيض ولونه ليس كلون دم الحيض فيكون استحاضة كنزيف، فلا يمنع من صلاة ولا صيام ولا من غشيان. أما إن كان لونه لون دم الحيض وصفته صفته، فحينئذ تمتنعي وتسألي الطبيب عن سبب اختلال مدة الدورة، والله أعلم.